ازيكم؟ ناس كتير قعدت تسألني عن العزل الحراري للمباني وازاي يقدروا يعملوه علشان يعزلوا بيوتهم تماما عن الجو بره، وحقيقي انا مبسوط جدا ان في ناس كتير بدأت تستجيب وتقتنع بأهمية العزل للمباني عموما وللبيوت بشكل خاص. علشان كده انا النهاردة هتكلم بالتفصيل عن العزل الحراري وازاي نعمله في بيوتنا. بس طبعا في الاول لو انت اول مرة تشوفني ومهتم بالفن المعماري انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير علشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، انا احمد علي ويلا بينا نبتدي الحكاية. العزل الحراري مهم جدا في اي مبنى، حاجة ضرورية ما ينفعش اننا نستغنى عنها، وده لانه بيعزل المبنى عن المحيط بتاعه، بيعزله عن الجو في الشارع، او بمعنى اصح بيزود حاجة اسمها مدة الانتقال الحراري، وبالتالي المبنى ما بيكتسبش وما بيفقدش الحرارة بسرعة. يعني مثلا لو درجة الحرارة في الشارع عالية بتكون جوه المبنى مناسبة جدا لان الحرارة ما اتنقلتش بسرعة، ونفس الكلام لو الجو ساقع بتكون برضو جوه البيت كويسة جدا، والنتيجة طبعا ان البيت بيكون مريح اغلب اوقات السنة، فمش هتحتاج تشغل لا تكييفات ولا دفايات، وبالتالي هتوفر جدا في الكهرباء. طب ما الموضوع كله مميزات اهو، ليه بقى ما بيتعملش في المباني عندنا؟ للأسف الكلام ده بيتعمل عندنا، مش عايز اقول لكم من ايام الحضارة المصرية القديمة، لانهم كده كده بيبنوا المباني من مواد طبيعية، والمواد دي العزل بتاعها بيكون كويس جدا، او حتى في البيوت الإسلامية، ودي بيوت لسه موجودة لغاية دلوقتي وتقدر تروح وتشوفها. جرب كده تنزل شارع المعز في يوم في عز الحر وتدخل اي بيت او جامع، هتلاقي الجو جوه المبنى جميل جدا ولا كأن فيه اي حاجة. طب سيبك من ده كله، جرب كده تسافر لأهلك في الصعيد او الأرياف وتقعد في بيت جدك القديم اللي كانت الحوائط بتاعته عريضة دي ومبنية من الطوب اللبن، هتلاقي ان الجو جوه البيت مختلف تماما سواء في الصيف او في الشتاء، وده بسبب العزل الحراري بتاع الطوب لانه مادة طبيعية. هي بس المشكلة حصلت عندنا في اخر 30-40 سنة، وخصوصا في القاهرة وعواصم المحافظات، من ساعة ما المباني اتحولت لشغل مقاولات وبقى كل همنا اننا نوفر في التكلفة ونقفل المبنى ونبيعه. هنا بدأت تظهر المشاكل اللي من النوعية دي، بيوفروا في كل حاجة بقى، بيوفروا في الحوائط الخارجية بدل ما تتعمل سمكها كبير زي ما الكود المصري بيقول، لا بيعملوها نص طوبة وبنوفر وكده كده محدش بيراجع، ومش لازم نعزل السطح او نعزله اي كلام، وكده كده محدش بيراجع علينا ومفيش اي رقابة وكله بيمشي. فللأسف وصلنا للي احنا فيه دلوقتي، بقينا مضطرين اننا نركز قوي في الحاجات دي ولو مش معمولة نعملها احنا علشان نرتاح بعد كده في بيوتنا. ما هو للأسف محدش هيعاني غيرنا. ندخل بقى على السؤال المهم، وهو ازاي نعمله في بيوتنا. وانا عارف ان دي مش شغلتك، وعارف ان انا كده بشيل لك شغل مهندسين هم اللي المفروض يقوموا بالدور ده مكانك، بس معلش خليها عليك واتعب معايا شوية وهتاخد حاجة نظيفة. خلينا في الاول نبدأ بالناس اللي لسه شارين شقة جديدة على الطوب الاحمر وهيشطبوها، دول يعملوا ايه؟ مهم قوي انك تتأكد ان سمك الحوائط الخارجية في شقتك تكون 25 سنتي او اكتر، وده عن طريق انك تقيس الكتف بتاع اي شباك في الشقة شوفوا كام سنتي. لو الحيطة 25 فدي بتعمل عزل مش بطال ومفيش منها مشكلة قوي، حتى مش لازم نعمل لها عزل حراري، احنا مش في الخليج. انما بقى لو الحيطة كانت 12 سنتي زي اغلب المباني اللي موجودة دلوقتي، هنا يبقى لازم نعمل عزل حراري. والعزل الحراري ده بيكون عبارة عن الواح زرقاء كده، في منها سمك تقريبا 5 سنتي و8 سنتي و10 سنتي، بتختار السمك اللي يناسبك، وطبعا كل ما السمك بيزيد العزل الحراري بتاعك بيزيد. بس انا من وجهة نظري سمك 5 سنتي حلو قوي، فبنشتريها وبنثبتها على الحيطة من جوه، وبعد كده بنقفل عليها بحيطة تانية نص طوبة. كده الحيطة الخارجية بتاعتنا بقت عبارة عن سندويتش 12 سنتي من بره و12 سنتي من جوه، وفي النص 5 سنتي عزل حراري. بعد كده بتقدر تمحر الحيطة عادي وتكمل تشطيب. الكلام ده هيحقق لك أفضل مستوى للعزل. طب لو عايزين حاجة أقل شوية، ممكن ساعتها تستغنى عن العزل وتبني الحيطة على طول، فبدل ما تكون الحيطة الخارجية 12 سنتي تكون 25، وممكن كمان تسيب 5 سنتي هوا بين الحطين، الهوا برضو هيعمل عزل كويس. إنما بقى لو عايز توفر في المساحة وفرق معاك الخمسة سنتي دول، إلزق الحطين في بعض وخلاص مش بطال. نفس الكلام بيتعمل في السطح لو أنت دور أخير، بس ده مش مطلوب منك إنك تعمله، كده كده المفروض بيتعمل والعمارة بتتبني، بس معلش برضو خليها عليك، لازم تكون عارف تشطيب أي سطح المفروض يتعمل على طبقات. ببساطة جدا تخيلوا معايا كده اننا واقفين فوق سطح عمارة لسه مبنية وما تشطبتش، هنكون واقفين ساعتها على البلاطة الخرسانة، احنا لسه ما عملناش حاجة، هنبتدي نشتغل اهو. اول حاجة بنعملها هي خرسانة الميول، ودي خرسانة خفيفة بنعملها علشان نظبط بيها الميل واي مطر ينزل يتصرف لوحده على البلعات وما يفضلش على السطح. بعد كده بنعمل حاجة اسمها عزل رطوبة، ودي بتقوم بدور المشمع، مادة كده اسمها بيتومين بتتفرد على السطح كله ما بتخليش نقطة مية تعدي، ودي لو اتعملت صح واتقفلت كويس مفيش اي تسريب مية بيحصل. بس ركزوا معايا، لو اتعملت صح
بقولك ايه، مدام دخلنا في الهندسة واتكلمنا في العزل الحراري، تعالى بالمرة اقولك عزل الرطوبة بيتعمل صح ازاي. انت كده كده خلاص فضلك حلقتين بس وتبقى مهندس. عزل الرطوبة ده بيكون عبارة عن لفايف من مادة اسمها بيتومين، رول كده زي ورق الحائط، بيكون عرضه متر وطوله حوالي 10 متر او 15. المشكلة عندنا في مصر ان في منها مضروب كتير في السوق، وخد بالك احنا بنعزل مية، يعني لو في خرم واحد بس في شيت كده كده العزل كله ملوش لازمة. وطبعا للأسف المقاولين عندنا بيسترخصوا، بيجيبوا أي حاجة ويفردوها واسمه بند وخلص، وعلى رأي عم فاروق كله بيدارى تحت البلاط يا باش مهندس. المهم ركز معايا، لازم نشتري البيتومين ده من شركة معتمدة، وبعد كده بنفرده على السطح فوق خرسانة الميول اللي لسه قايلين عليها. بس قبل ما نفرد مهم قوي اننا ننظف سطح الخرسانة دي ونكنسه كويس، لان لو فيها اي بروز او اي حصى ممكن يخرم العزل ويبقى ما عملناش حاجة. فلازم ننظف كويس ونبدأ نفرد الشيتات جنب بعض، متر جنب متر جنب متر. حد هيجي يقول لي طب ما هو بين كل لفة والتانية هيبقى فيه فراغات كبيرة، هنسدها ازاي؟ هقول لك ما احنا برضو مش بنرصهم جنب بعض كده وخلاص، لا بنعمل حاجة اسمها اوفرلاب 10 سنتي، يعني بنركب الشيت كده فوق التاني بحيث يكون فيه 10 سنتي مشتركين، وبعد كده بنسيحهم بالنار فبيمسكوا في بعض ويكونوا طبقة واحدة. طب هو ده بيحصل يا ابو حميد؟ لا، نكمل كده. احنا فردنا البيتومين على السطح كله، نيجي بقى للجزء بتاع الاركان اللي عند السور. لو سيبنا شيت كده ممكن جدا اي ميه مطر تنزل من ورا العزل وتتسرب للمبنى، علشان كده لازم نتني العزل زي المشمع كده ونثبته في السور على ارتفاع مثلا 20 سنتي. بس هتحصل مشكله كبيره، وهي ان علاقه السور مع الارضيه بتكون زاويه قايمه. لو جبت العزل وتنيته بالزاويه دي ممكن مع الوقت يتخرم او يتقطع، وكده يبقى ما عملناش حاجه. علشان كده بنعمل حاجه اسمها رقبه ازازه، ودي عباره عن كيرف كده بنعمله بالمو علشان العزل يريح عليه وما يتقطعش، وبعد كده بنثبته عادي وبندككه في الطوب بتاع السور. طب ده برضو بيتعمل يا ابو حميد؟ لا، بعد ما بنخلص ده كله بنغرق السطح بالكامل بالمية ونسيبه يومين ثلاثة، وبعد كده نبص نشوف حصل تسريب ولا لا، ولو حصل بنعيد الفيلم ده كله تاني. الخطوات دي كلها لازم تتعمل وتتعمل بحرفية شديدة علشان نتأكد ان العزل ده اتعمل مظبوط. بس طبعا دلوقتي كله شقلب وقلب، واحنا في زمن السبوبة وعايزين نخلص المصلحة دي في ساعتين ونطير. مين بقى اللي هيقعد ينظف ويفرد ويسيح ويعمل لك رقبة ازازة ويدكك العزل ويختبره؟ يا باشا مع ان فاروق قالها لك كله بيتدارى تحت البلاط. المهم كفاية كده عزل رطوبة، ونرجع للموضوع اللي انتم نسيتوه اساسا بتاع عزل الحرارة. افتكروا معايا كده، احنا كنا واقفين على السطح وقلنا هنعمل خرسانة الميول وهنعمل الفيلم بتاع عزل الرطوبة ده. بعد كده بنجيب بلاطات عزل الحرارة اللي عملناها في الحيطة ونرصها فوقيه، وبنعمل فوقيها طبقة مشمع، وبعدين بقى الرمل والمونة والبلاط. لو عملنا الكلام ده كده انت عزلت بيتك من الحرارة من كل الاتجاهات. طب ده كلام رائع، بس احنا هنروح نشتري شقة جديدة علشان نعزلها؟ احنا عايزين نعزل البيت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، نعمل ايه؟ لو عايز تعزل البيت اللي انت فيه دلوقتي بطريقة سهلة من غير ما تبهدل الدنيا، بتجيب حد بتاع جيبسون بورد بتخليه يعمل لك حيطة جيبس فوق الحوائط الخارجية اللي عندك في الشقة. دي مش هتاخد مساحة كبيرة، تقريبا 6 سنتي. بيجي الراجل بتاع جيبسون بورد بيعمل الشاسيه بتاعه، بعد كده بيحط جواه ألواح العزل الحراري اللي اتفقنا عليها، وبعدين بيقفل عليها بألواح الجبس. دي هتحقق كفاءة ممتازة ومن غير ما تكسر وتعيد تشطيب تاني، وكمان انت خسرت 6 سنتي بس من الفراغ، يعني مش حاجة. وكمان الجبسون بورد مش بيحتاج محارة ولا سكين معجون كتير زي الطوب، هو سكينة واحدة وبتدهن على طول، فمش هيكلفك أي حاجة ومش هيبهدل لك الشقة، بس هيوفر عليك كتير قوي في راحتك جوه بيتك، وهيخلي بيتك معزول بالكامل عن الجو في الشارع، وطبعا هيقلل استهلاك التكييفات والدفايات وهيوفر لك في الكهرباء. من الاخر اعمل كده وهتدعيلي، لان حقيقي اسعار الكهرباء دلوقتي بقت غاليه جدا، واغلب بيوتنا ما يتقعدش فيها من غير تكييفات. احنا لو عملنا كده مش هنستغنى عن التكييفات، بس هيقلل كتير جدا من الساعات اللي بيشتغلها لان البيت معزول، ومعلش مضطرين ندفع ضريبه اخطاء ناس غيرنا، بس هو ده الوضع الحالي ولازم نتعامل معاه. بس كده يا سيدي، خلصت حلقتنا النهارده، واتمنى ما اكونش طولت عليكم واكون قدرت اوصل الموضوع بشكل سلس وبسيط. وطبعا لو عندكم اي استفسارات ممكن تكتبوها لي تحت في الكومنتس، وان شاء الله احاول ارد عليها في حلقه لوحدها. وانزلوا بقى اعملوا لايك وشير علشان الحلقه توصل لكل الناس، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.